مش الست هي مدبرة المنزل؟ يبقى هي المسؤولة عن تدبير احتياجات البيت حسب دخل جوزها، ولو كل واحدة دبرت بيتها أزمة مصر الاقتصادية هتتحل. الست المصرية يا سادة هي اللي تقدر تواجه جشع التجار. واحدة نايمة على الانتري تسألني ازاي؟ أقولك في الأول اتعيد لي كده وقومي عادي كويس وانتي بتكلمين. لو كل واحدة بطلت تجيب الحاجات اللي ملهاش لازمة، وانا وانتي ستات وفاهمين بعض كويس، هنوفر كتير. يعني مش لازم 500 جنيه نرغي بيهم كل شهر في التليفون عشان تعرفي سلفتك قالت ايه لحماتك وهي بتتخانق معي. اتلمي. طيب واحدة قاعدة مركزة معايا من أول الحلقة وعايزة تعرف تعمل إيه عشان تواجه الأزمة الاقتصادية، أقولك التجار غلوا الفراخ، يبقى مش لازم فراخ. فاكرين لما كان في إنفلونزا طيور وبطلنا ناكل فراخ؟ اعتبري يا ستي الفراخ جالها إنفلونزا. وطبعاً مش لازم سندوتشات الجبنة الرومي، مالها الجبنة البيضة؟ مالها القريش؟ أهو بالمرة تعملي رجيم. ومن هنا أنا بطلق هاشتاج كيف تواجه الحسناء موجة الغلاء. عايزين أفكاركم واقتراحاتكم. ومعانا أول تليفون. ألو؟ ألو؟ أيوة مين معايا؟ أيوة أستاذة إنجي، أنا أحمد من كفر الشيخ. معلش أنا بتلخبط شوية، والله أول مرة أعمل مداخلة. والله أنا بحيي حضرتك على فكرتك الجريئة دي، وبضم صوتي لصوتك. فعلا الحسناء هي اللي تقدر تواجه الغلاء في الزمن اللي احنا فيه ده. الى جانب بقى القفة ام ودنين نشيلها كلها مع بعض، ما يجراش حاجة يعني. شكرا شكرا يا استاذ قفة. شكرا يا استاذ احمد، شكرا لحضرتك. ومعانا مكالمة تانية الاستاذة منى. الو. انا بحبك قوي يا استاذة انجي وبتفرج عليكي كل يوم انا والاولاد. ربنا يخليكي، مرسي. طيب عايزة اعرف ايه رأيك في موضوع حلقة النهاردة، وكيف تواجه الحسناء موجة الغلاء؟ هو أنا هيبقى ليه رأي بعد رأيك؟ أنا بس بتصل عشان أقولك أني بحبك قوي وبشكر فريق الإعداد. متشكرة ليكي جداً، العفو، أنت نورتينا باتصالك. معانا اتصال تاني، غادة. ألو. هلو. أيوة. بصراحة بقى أنا شايفيكي بتطبلي للحكومة وخلاص، وبتقولي كلام أنت ما بتعمليهوش. واحدة زيك بتقبض قد كده وتلاقي جوزك مستتك وبيجيبلك كل اللي نفسك فيه كمان. ده أنت أكتر حاجة بتحبيها الفراخ الدكر. إيه ده؟ انت عرفتي منين؟ توقعت، انا توقعت. وبعدين ما تغيريش الموضوع، انت لازم تنفذي كل اللي بتقوليه للناس.